السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد اليوم عندنا ايفون 6، بدنا نعمل له تغطي لحساب اي كلاود بأداة حفيدك، خطوة بخطوة، شرح تفصيلي ممل. ياريت بالبداية لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ياريت لايك للفيديو برضو اذا عجبك الفيديو. اول شيء راح اترك لك رابط تحميل الاداه موجود بالوصف. الاداه مجانيه من صاحب الاداه، مجانيه بشكل كامل، وفي تحديث قريب راح ينزل لها تدعم الاجهزه من 15 ل 16. هاي هي الواجهه الرئيسيه، انا شرحتها في فيديو سابق، الواجهات الخاصه بالاداه. طبعا في جهاز اللي هو الايفون 6 عملت له ريستور عشان نعمل عليه الفيديو. هاي الاداة ميزتها كمان انه بتعطيك تايب بتاع الجهاز سواء ميد او جي اس ام. هون زي ما انتم شايفين معطيني انه الجهاز ما عليه جيل بريك. هاي الاداة عشان تقدر تشتغل عليها لازم تعمل للجهاز جيل بريك، غير عن الأدوات اللي شرحناها بشكل مسبق. هنا هاي الأداة لازم تعمل عملية جيلي بريك. عشان نعمل جيلي بريك للجهاز، قبل ما نعمل جيلي بريك للجهاز أول شي لازم نسجل الجهاز. نيجي هنا على السيريال نمبر، بنعمل نسخ، بيعطيني إنه كوبي، إنه أخذ الكوبي. بروح على آي تولز وبروح على سيريال نمبر اكتيفيشن وبضغط عليه. انا مسجل دخول، انا مسجل السيريال هذا، بس انت لازم تعمل الخطوه هاي، فعشان هيك راح اشرحها. تختار ايفون 6، تحط السيريال تاع الجهاز، تنتظر ليخلص العدد الموجود هون. تسجيل مجاني والاداء مجانيه بشكل كامل، ولكن هاي الخطوات المتبعه عشان تقدر تفعل السيريال نمبر. طريقة تفعيل الأداة شرحتها في الفيديو السابق عشان تفعل هاي الأداة مجانا عندك. هنا عنا نضغط بعد ما خلص الوقت، نضغط على ريجستر. أعطاني تم إضافة هذا الجهاز من قبل، إني أنا ضفته مسبق زي ما حكيت لكم. أنت راح يعطيك تم الإضافة وتكون هاي خبر. المهم بالنهاية إنه الجهاز ضفنا. الخطوة التالية وهي انه ندخل الجهاز، نعمل للجهاز جيلي بريك، بعدها نكمل باقي الخطوة. انا بصراحة جربت اعمل جيلي بريك من الاداة الاصدار الموجود اللي هو اصدار رقم 2، ما زبط معي، فراح استخدم اصدار رقم 1 لعمل الجيلي بريك. خلينا نستخدم الاصدار رقم 1، برضه راح اترك لك اياه انا بالوصف، انت بدك تجرب على الاصدار اللي هون، راح يطلع لك هون اصدار 2، فانت جرب من اصدار 2. انا بالنسبه لي راح اجرب، انا جربته ما زبط معي على هذا الجهاز، ممكن على جهازك تكون الامور ماشيه. نعمل التالي نكست، او خليني اجرب بالبدايه بدون خيار USB DK، اجرب من الاداه بدون خيار USB DK. هذا البرنامج الاصلي تاع الاداه، اجرب عليها بالبدايه. بعمل التالي، الجهاز راح يدخل في وضع الريكفري. بعدها امشي على التعليمات، اضغط ستارت. ما بعرف ليش هذا الصوت بصير يطلع لما اعمل تالي، على كل حال راح اضغط الباور والهوم مع الستارت. هيك بضل ضاغط على الهوم
هيك مشيت على التعليمات بالضبط، أخذ الجهاز بشكل طبيعي جدا. عمل عملية البوت بشكل طبيعي جدا، لكن هذا الصوت أنا بصراحة ما بعرف شو ليش هيك بعمل، صار معي قبل هيك. خلينا أول شي ندخل الجهاز بوضع الجيل بريك، نحل هاي الإشكالية بالأول. هيك الجهاز يعطي معلومات الجهاز كامل زي ما شايفين. All done، خلص عملية الجيل بريك بالكامل. شوف الصوت راح راح الصوت. نعمل كويت الآن، نتوجه لباي باس. الأداة جمدت برضو ما بعرف ليش. على كل حال أنا راح أعمل، أعطاني هون جيل بريك يس، وهون بضغط أي شيء ما بيزبط. راح أعمل هون كلوز الأداة، سكرت وأرجع أفتح. أنا بشرح لكم بشكل تفصيلي بأي شيء بيواجهني خلال عملية الفتح. جهاز عملنا له جيل بريك، الجهاز فتح معنا، بننتظر الآن الأداة تفتح. وهيك أعطتني الأداة إنه الجهاز انعمل له جيل بريك، المفروض يكون جاهز لعمل الباي باس. الآن الجهاز ميد، معمول له جيل بريك، بختار الخيار الموجود هون، أضغط عليه. بنتظر لغاية ما تحمل الأداة. زي ما شايفين هون بتعد 20%، العداد بيعلى. خلي الأداة تحمل، ممكن تاخد وقت. معلش يا جماعة، أنا بحب أي مشكلة تكون موجودة خلال عملية يعني وأنا بشتغل بأي أداة، بحب أخليها موجودة عشان أنت تواجهتك تكون عارف إنه اللي بصير معك وضع طبيعي، فممكن تضغط. ما بعرف شو سبب إنه عملت إنه بطلت تشتغل، يعني وقفت هيك، ما بعرف شو السبب. بس يعني طلعت من الأداة، رجعت دخلت عليها، كملت عادي الأمور الطيبة. حتى الجيل بريك كان مش ظابط معي وظبط معي 100%. يعني هذا الفيديو ما راح يكون فيه مونتاج نهائيا. صار 42%، 58، 60، 70، 85. ريت لا تنسى باللايك يا جماعة، اللايك ضروري جدا. هنا قولي SSH connection error try again، اعمل له يس. Your device has been successfully activated. Enjoy your device. وأنا بحكي لي إنه جهازك activated. ما بعرف طفى الجهاز أو بيعمل load. بيعمل load، بنشوف شو فتح التليفون بشكل طبيعي وبشكل كامل. تمت العملية بنجاح. طبعا أنا أول مرة بستخدم الأداة يا جماعة، وبحب اعملكم الفيديو خصوصا وانا اول مره يعني بعمل عمليه الفتح. جربت قبل هيك ما زبطت معي، ولكن الان هيك حبيت امشي نفس الخطوات يعني بالتفصيل زي ما هي شارح الاداه. فعلا فتحت معي بشكل كامل. يعني بالتوفيق للسيد عماد، وان شاء الله التحديث الجديد ان شاء الله قريبا ينزل.
في ناس حكوا لي انه بس تطفي الجهاز وتشغله بترجع بسكر. انا راح اجرب كمان امامكم طفيت الجهاز. لا راح اشغل الجهاز. في ناس حكوا لي لما تطفي الجهاز وتشغله بترجع بتسكر، بس يعني ما اظن، يعني بعد ما تعمل جيل بريك وتعمل عملية الفتح يعني هذا الموضوع صعب انه يرجع يسكر، انك انت بتكون تجاوزت مرحلة الفتح. يعني بتشبك عليه واي فاي، بتشبك ايميلك الجديد وبتشتغل بشكل طبيعي وكامل. زي ما شفتوا فتح ما رجع سكر والامور طيبة وكل شي تمام. هاي الجهاز الاي كلاود الواي فاي. شابك كل شيء تمام. هذا كان الفيديو لليوم يا جماعة، ان شاء الله يكون عجبك الفيديو. انا بتعمد انه اخلي الفيديو مثل ما هو. اي مشكلة بتواجهك تعرف انه لما تشوفها في الفيديو تعرف انه الوضع طبيعي تقدر تتجاوزها. لو صار معك خطأ مش موجود في اي فيديو راح انت توقف وخلص تروح تبلش تدور على حلول تاني. هاي الوضع بشكل طبيعي اشتغل 100%. اذا عجبك الفيديو اضغط لايك، واذا ما عجبك الفيديو برضو اضغط لايك. اراكم على خير ان شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.